من فني، بعيش من فني مش من وظيفتي كأستاذ في الكلية. الأستاذ حسن سليمان كان فاتح أتليه لكل الناس الجيدين. عن طريق حسن سليمان شفت الأستاذ يحيى حقي، عن طريق حسن سليمان شفت كتير من الأدباء والموسيقيين، وتعرفت على عدد كبير منهم وتعرفنا على بعض عنده في الأتليه بتاعه. عن طريق حسن سليمان شفت شادي عبد السلام، صحيح ما استمتعناش بالكلام كتير مع بعض، لكن شفت شخصيات هائلة جدا مع الأستاذ حسن سليمان الله يرحمه ويحسن إليه. هرجع تاني أقول لك، في دنيا الفن ببذل جهد كبير، لكن العائق بتاعي إن أنا بشتغل في التدريس وأنا شايف إنه ده عائق. صحيح التدريس بقى بالنسبة لي إدمان، لأن أنت بتتعاملي مع جيل جديد، جيل عايز يتعلم وإمكانياته ضخمة، فبيبص للأمور بطريقة مختلفة. فلذلك الواحد بيغوص تاني في الكتب علشان يساعد الجيل الجديد ده إنه يطلع ويغير حياته. إيمان الناس بإن الفن قادر على إنه يغير حياة الواحد قليل. كتير الأولاد لما كانوا قبل الثورة، قبل 25 يناير، كانوا بيبقوا عايزين يخرجوا في مظاهرات ويعملوا حاجات، وكنت بخاف على الطلبة الشاطرين إنهم هيتضربوا من البوليس وإنهم هيوادوا من البوليس، فببقى بحاول اهديهم بشتى الطرق. فكنت اقول اسالهم سؤال، هل ممكن الفن يبقى ثوره؟ فكل واحد فيهم كان يقول لي لا، وخصوصا ان احنا كنا بنتفرج على فلسطين بتدك، على غزه بتدك، وبيموت الناس فيها بالالاف، ودول عايزين يخرجوا يعملوا مظاهرات علشان فلسطين. وانا كان بيصعب عليا الطلاب انهم هيطلعوا في مظاهرات، وقلت لهم خير ثورة تعملوها انكم تشتغلوا في دنيا الفن. لان انا وانا طالب في ثانوي ضحك عليا عبد الناصر ودخلوني منظمة الشباب، فتصورت ان انا هعمل حاجة حلوة. كان عبد الناصر بياخد كل الطلبة الشاطرين المؤدبين في منظمة الشباب، فلقيت اصحابي اللي معايا مؤدبين ومهذبين وحاجة حلوة، وقابلنا كمان سياسيين ناس هايلين قوي. يعني انا ما انساش محاضره محمود امين العالم، راجل تقيل جدا، حاجه هايله جدا في ثانوي، وبعدين كان الواحد بيكره الشيوعيين لانه متدين، فالاقي واحد زي ده بيقول لي كلام حاجه عقل هايل جدا ومنطق وثقافه وغزاره علم، يعني خلاني وانا طالب في ثانوي يعني اجلل هذا الرجل وانا لسه صغير. رغم ذلك عرفت ان سكه السياسه سكه بشعه،
بشعة بشعة. وشفت الديكتاتورية يعني إيه وقتها. للأسف أنا دخلت كنت بحب عبد الناصر، للأسف كفرت بعبد الناصر نتيجة إن أنا دخلت منظمة الشباب، مش نتيجة إن أنا ما دخلتش منظمة الشباب. حتى أنا كنت بحب صلاح جاهين، أشعار صلاح جاهين كانت بتعجبني وحاجة حلوة جدا، لكن للأسف ما زال بيني وبين صلاح جاهين يعني كأنه في طار بايت شوية بيني وبينه، لأنه هو وقف مع عبد الناصر جامد. الإبداع حاجة خطيرة جدا، لأنك بتغوصي في الحياة، بتغوصي في الحياة كويس. لحسن الحظ بتاعي إن أنا كنت ساكن في نزلة سمان، عشت موالد نزلة سمان، وشفت الفنون الشعبية كمان بغي، وكمان كنت ساكن تحت الهرم بشوف الهرم يوميا. فالحضارة الفرعونية بالنسبة لي، وكل الناس هنا يجوا يقول لك الحرام والحلال وبتاع ومش عارف ايه، وهم لا فاهمين لا حلال ولا حرام، لانه اكتر فن ديني في الدنيا هو الفن الفرعوني. كل اللي بيرسموه انسان محترم كأنه ماشي يتعبد لله. ده انا لما باجي اصلي في تمثال موجود في معبد الكرنك، اول مره كنت ازور معبد الكرنك، التمثال مقطوع كله ما فيش غير رجلين، فانا كل ما اجي اركع ابص على رجلي واشوف هل فيهم نسبه الورع اللي موجوده في التمثال، اتخض. التمثال فيه ورع اشد واعمق. فادي حد يقول لي ان الفراعنه كفره، اقول له ده انت اللي كافر. احنا لسه مش احنا مسلمين، لكن بنخلط الكفر بالايمان، بنعمل الاربعين وكمان نقرا القران في الـ في الـ في المياتم. يعني هو القران مرتبط بالمياتم، ما مرتبط بالافراح ومرتبط بالبشرة، لكن احنا للاسف الشديد بنعمل حاجات وثنيه كتير قوي قوي قوي. لكن انا متاكد ان كان في دين حقيقي في العصر الفرعوني، مش دين حقيقي، أديان حقيقية في العصر الفرعوني. والدليل عندي من القرآن ذاته أنه كتير من الأنبياء ظهروا في العصر الفرعوني وقدموا نصايح للعصر الفرعوني وقدموا دعم للعصر الفرعوني. كون أن نبي زي سيدنا يوسف عليه السلام عليه الصلاة والسلام يدعم نظام الحكم ويقدم مشورة هايلة تعمل يحتفظ بخزائن الدولة، وإزاي تبقى الدولة يد عليا وبتعطي لكل الشعوب اللي جنبها وتبقى خيرها على الجميع. الفن حاجة حلوة جدا وحاجة رائعة، نفسي أشتغل بالمنطق دوا، نفسي أرسم أهل بلدي العظماء اللي وشهم طالع من الحضارة الفرعونية القديمة قوي، اللي متربين على أعظم حضارة، حضارة ضخمة جدا كبيرة قوي فخمة جدا، استطاعت تخلي الشعب ده على المقدمة،
خلت الشعب ده يمتص الحضارة الرومانية اليونانية، خلت الشعب ده يمتص الحضارات حتى الفارسية اللي بتجينا غازية، يمتص الحضارة العربية ويمتصها في معدته لدرجة انك تحس ان الحضارة العربية اصلا مصرية. يكاد يكون لما بتشوفي صور الستات او الرجال او الصبيان الصغيرين وهم ماشيين بجلاليب بيضة على جدران المعابد، هم الولاد اللي كانوا بشوفهم وهم داخلين الكتاب بتاعنا في القرية، لان انا والدتي من القرية، من قرية الخصوص. كنت بشوف الكتاب لابسين الجلاليب البيضة اللي تبقى بسيطة. كل الكلام ده ما بيروحش من دماغي، كل ده انا فاكر كويس جدا. لما رحت زور خالتي لاول مرة وهم في القرية، كان عندهم جميزة كبيرة قوي قوي قوي، فكنت اطلع مع اولاد خالتي علشان نشرط الجميز. الجميز لازم نشرطه عشان يعسل، يبقى ليه طعمه حلو. فكنت اجي اطلع على الفرع ده، يقولوا لي لا 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 ما تطلعش، ده فرع بتاع عيلة فلان. طيب ماشي، طب انا عايز اطلع على الفرع التاني، لا 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 ده الفرع ده بتاع عيلة فلان. مقسمين الجميزة وانا وفاكر رحت عيط وقلت لها انا ملياش فرع عندكم يا خالتي، قالت لي لا يا حبيبي تعالى انا اطلعك في الفرع بتاع اجدع واحد في العيلة. يعني قد ايه القرية كانت تعرف الأصول، تعرف القيم، وتعرف المبادئ، وتعرف حتى الشجرة قسموهم ما بينهم عيلة كبيرة لأنها شجرة عظيمة. غوصي بقى في كتابات يحيى حقي، غوصي في كتابات توفيق الحكيم، غوصي في أعمال الرائعين المبدعين الهيلين حسن سليمان. انا فاكر حسن سليمان كان في فنان عراقي بيتحداه بيقول له انا اعرف القاهرة احسن منك، قال له طب خلاص اقلع جزمتك وانا اقلع جزمتي ونجري في شوارع القاهرة، واللي هيتبل رجله في المجاري يبقى اللي ما بيعرفش شوارع القاهرة شكلها ايه. فنانين هيلين، فنانين هيلين شفتهم ونفسي ابقى زيهم، ناس كويسين جدا ونفسي أفلح زيهم، وأتمنى أن أنا أعمل حاجة تكون كويسة زيهم.